السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مستمعاتنا ومستمعينا في برنامج جمعة مباركة، الله سبحانه وتعالى كيبتلينا في الحياة بأنواع كثيرة من البلاء، الامتحان القوة ديالنا وصبرنا وإيماننا. ومن أعظم الابتلاءات في الحياة هو الإنسان يفقد الأبوين ديالو، وخصوصا في الصغر، ويعيش اليتم في الطفولة ديالو. اليتامى من أكثر الفئات اللي من المفروض داخل المجتمع ديالنا الله عطاها الحقوق، نحافظوا اليوم على هذه الحقوق ديالهم وتكون عندهم رعاية خاصة، لأنهم مختلفين علينا. فاش كاين هذا الاختلاف عند اليتيم؟ بأنه ما كاين عمش بنعمة وجود الأب والأم في الحياة دياله. الله سبحانه وتعالى أوصى باليتيم وبالرعاية دياله وبالإحسان إليه، وبل أكثر من هذه الوصية حذر الإسلام من الإساءة والاعتداء على حقوق اليتيم. واليوم غادي نتكلموا على بعض مظاهر وصور رعاية اليتيم، وأيضا على بعض المظاهر ديال أكل حقوق اليتيم وعدم الاعتناء به. فإذا كنتم انتم من الناس اللي عشتوا هذه المرحلة في الحياة ديالكم، وخصوصا في الطفولة، واش كانت فعلا رعاية اللي حسيتوا بها، سواء من الأسرة ولا الأشخاص اللي تكلفوا بكم أو من المجتمع؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا عاش اليتم وكان إنسان عصامي في حياته، لأنه الحياة دائما من قلب المعاناة الإنسان كيحقق المعجزات ونجاحات كبيرة في الحياة. فضيلة الشيخ عبد الله الدمسيري، أش أخبارك؟ لاباس عليك، وجمعة مباركة. أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لك، تحية للمستمعين والمستمعات، أسعد الله يومنا ويومهم بالخيرات، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم من الآفات. نحمد الله جل جلاله على نعمه العظمى ومننه الكبرى التي لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله وأن يكرمنا بكرم من عنده، وأن يرحمنا رحمة تسعنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه سبحانه جل وعلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أمتنا أمة رخاء وأمة سخاء وأمة عطاء، وأن يحفظها من كل الكوارث والمصائب الظاهرة والباطنة. ونصلي ونسلم على نبي الرحمة ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبداية نبارك للأمة هذه الأيام المباركات، أيام الاحتفاء بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيام ذات أنوار وذات إشراقات. ف المؤمن والمسلم يسعد فيها سعادته بدنياه، وسعادته بربه، وسعادته بنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بتذكره وباحتفائه بهذه الذكرى العطرة الطيبة المباركة يحتفي بنشأة هذه الأمة وبهذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان المغاربة يولون هذه الأيام عناية خاصة ورعاية واهتماما فائقا لإدراكهم لفضلها ولإدراكهم لأهميتها، ولأنها تشكل شيئا مهما في حياتهم. فلذلك كانوا يهتمون هذه الأيام بهذه الذكرى العطرة
وكانوا يحتفون ويحتفلون بها ليلا ونهارا سرا وجهارا لما يعلمون من جليل الفضل ولما يعلمون من جليل القدر لهذه الأيام، لأنها ارتبطت بذكرى من أشرقت به الأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم قد يكثر الكلام حول هذه الذكرى من هذا الطرف أو من ذاك، حول طبيعة هذه الاحتفالات وحول طبيعة هذه الذكرى، ونحن نقول للجميع إن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة سانحة للتعريف بشمائله وللتعريف بسيرته، وهي باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا. ولذلك لا ينبغي الإكثار من كثرة الكلام أو غير ذلك من مثل هذه الأمور. فما المولد إلا اجتماع على طاعة الله واجتماع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماع على ذكر الله وعلى كل ما فيه رضا الله سبحانه جل وعلا. فليس في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما يجري من احتفاءات ومن احتفالات شيء مخالف لدين الله، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما التزم المؤمنون والتزم المسلمون المحتفون والمحتفلون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طالما التزموا هديه وطالما كان هدفهم هو التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه والصلاة والسلام عليه وذكر الله وقراءة القرآن وإطعام الطعام وما إلى ذلك من مثل هذه الأعمال التي لا تعدو أن تكون يعني عربونا عن المحبة وعربونا عن التقدير وعربون عن التعظيم الذي هو من لوازم إيمان المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن ذلك الولد اليتيم الذي فقد أمه وفقد أباه، فقد أباه وهو بعد لم يكمل شهره السابع في بطن أمه، وفقد أمه وهو في سنه السادسة. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة اليتم منذ صغره عليه الصلاة والسلام. واليوم ونحن نتحدث عن ضحايا زلزال منطقة الحوز وغيرها من المناطق التي ضربها الزلزال، فإننا نستحضر بهذه المناسبة هذا النموذج المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله جل وعلا أراد لنبيه ولحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نموذجا لجميع البشرية في كل تشكلاتها في أبواب الخير وفي أبواب الصلاح، سواء كان في صغره أو في شبابه أو حينما كان زوجا أو غير ذلك من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه جل وعلا امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى. فالله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يولد يتيم الأب، فقد مات أبوه عبد الله وهو جنين في بطن أمه، إذ تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب بن عبد مناف فبنى بها في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب يمتار لهم تمرا من المدينة فمات بها، وكانت وفاته قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عاش النبي صلى الله عليه وسلم وذاق حرارة اليتم ومذاق هذه المرحلة العصيبة التي قد يعيشها الكثير من الأبناء والكثير من البنات بسبب أمور وحوادث قد تقع لآبائهم ولأمهاتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه فلم يره، وعاش يتيما يزهد فيه الناس ويتوارون عنه،
ونحن نذكر حتى المرضعات اللواتي كن يأتينا الأسواق من أجل أن يحصلن على أطفال رضع، كنا يرغبن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزهدن فيه لما يعلمنا من يتمه ولما يعلمنا من عدم وجود أب يمكن أن يقدم لهم المساعدة والمعونة ويمكن أن يكون بهم، لأنهم لا يأخذون الأيتام إلا من أجل ما يحصلون عليه من مؤن وما يحصلون عليه من تعويضات. ولم تأخذه إلا حليمة السعدية مرغمة إذ لم تجد غيره، فقد جاءت وصويحباتها إلى السوق وكل من صويحباتها أخذنا ولدا ليرضعنه إلا هي، فلما لم تجد عادت فأخذت اليتيم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا بأخذه كان بابا من أبواب الرزق وكان بابا من أبواب الخير، لم تدرك هذا الخير ولم تدرك هذا الفضل إلا بعد أن صار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وبعد أن التقم ثديها. أكيد أنه قاس بشكل كبير على قلب طفل صغير أن يحرم من كلمة الأب، وكذلك أن يحرم من كلمة الأم، أن يحرم الإنسان من عطف أبيه وأن يحرم الإنسان من عطف أمه، فأكيد أن هذا شيء عظيم وأن هذا شيء كبير. ولكن الله جل وعلا هذه هي حكمته وهذه هي إرادته، يبتلينا ليختبرنا ليمحصنا ليقوي جلدنا. وأكيد أن ما وقع في منطقة الحوز وما وقع في غيرها من مناطق هذه المملكة المباركة نتج عنه الكثير من الأيتام والأطفال الذين فقدوا آباءهم أو فقدوا أمهاتهم أو فقدوهما معا. وطبعا بفقدهم للآباء والأمهات فقد فقدوا القلب الحنون، فقدوا القلب العطوف، فقدوا تلك اليد الراعية، فقدوا ذلك الاهتمام الذي لا حدود له ليلا ولا نهارا، فقدوا يعني شيئا كثيرا كبيرا. طبعا على كل حال هذه الأمة ولله الحمد أكرمها الله تعالى بالصالحين والصالحات من عباد الله تعالى، وهذا الشعب شعب مبارك أبي كريم، لا يمكن أن يترك اليتيم لوحده ولا يمكن أن يتركه دين دون رعاية ودون اهتمام. وعلى كل حال ما رأيناه من مبادرات الخير ومن مبادرات البر والإحسان ومن مبادرات الرعاية والاهتمام شيء والله يتلج القلب وشيء يعد يعني في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الزمان شيء من النوادر، لأنه نحن في عصر طغت فيه الماديات وطغت فيه أشياء من هذا القبيل. ولكن بالرغم من هذا الزخم وبالرغم من الهيمنة القيم المادية إلا أن هذا الشعب يظل أصيلا متشبتا بقيمه الروحية متشبتا بمبادئه. فلذلك كانت هذه المبادرات، مبادرات الرعاية ومبادرات الاهتمام ومبادرات الاحتضان، شيء يسعد القلب ويتلج النفس. وعلى رأس هذه المبادرات وعلى رأس هذه الاهتمام الرعاية المولوي السامية لأمير المؤمنين التي رعى بها حفظه الله تعالى هذه الفئة من الأطفال، وهم الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم وفقدوا أمهاتهم، والذين أمر حفظه الله بأن يكونوا ضمن مكفول الأمة وأن تتكفل الدولة وتتكفل الأمة برعايتهم وبتربيتهم وبدراستهم وبكل ما يرتبط بهم. وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة ومن فضل الله علينا جميعا. لذلك فلا خوف على هؤلاء الأيتام ولا خوف على هذه العائلات ولا خوف على الناس في إطار ما شهدناه من رعاية وما شهدناه من اهتمام وما شهدناه من تضامن وما شهدناه من تآزر ومن تكافل.
قل نظيره اليوم في العالم. الناس تهرع، كل يبحث عن نفسه، كل يقول نفسي نفسي. وهؤلاء المغاربة قد هبوا جميعا عن بكرة أبيهم إلى المنطقة التي أصابها الزلزال، كلهم قدم ما قدر عليه من المساعدة ومن المساهمة. وهذه أمور تجعلنا نفخر وتجعلنا نعتز بقيمنا وبأمتنا، نعتز بملكنا ونعتز بكل مكونات وطننا. هذه أمور والله جميلة جدا. لذلك فلا يمكن أن يكون حديثنا اليوم عن كفالة اليتيم ولا عن رعايته إلا داخل في هذا الإطار. أما الأصل فهذه الكفالة والحمد لله موجودة، وهذه الرعاية والحمد لله تعالى قائمة في مجتمعنا. فمجتمعنا مجتمع الخير ومجتمع العطاء ومجتمع النماء ومجتمع التماسك ومجتمع الفضل، فلا يؤمل فيه إلا الخير ولا يؤمل فيه إلا ما فيه المصلحة وما فيه المنفعة للجميع. فلذلك من هذا المنبر أنا أحيي جميع المواطنين والمواطنات، جميع الذين ساهموا، جميع الذين قادوا هذه الحملات، جميع الذين كانوا في الصف الأول، ولا سيما من رجال الوقاية المدنية ومن رجال الدرك الملكي والقوات الملكية المسلحة والسلطات المحلية وغيرها من كل الأجهزة والفئات التي ساهمت وساعدت وما تزال في أرض يعني في أرض الزلزال وفي الأرض التي أصيبت بقدر الله سبحانه وتعالى، تكافح من أجل إعادة الإعمار ومن أجل إعادة البناء ومن أجل إعادة رد الحياة إلى طبيعتها. لكن ضمن ذلك يظل الاهتمام مطلوب وتظل الرعاية مطلوبة بأولئك الأطفال، سواء من الناحية النفسية أو من الناحية التربوية أو من الناحية التعليمية. طيب. حتى يجدوا إن شاء الله تعالى ما يطمحون إليه، وحتى تفتح آفاقهم ويفتح لهم مسار جديد في الحياة، ويخرجوا من هذه النكبة أخويا إن شاء الله، ويخرجوا تعالى. إن شاء الله تعالى سعداء. جمعة مباركة، ومازال كنتكلموا اليوم على رعاية اليتيم وكفالة اليتيم. تكلمنا على الأطفال اللي يصبحوا يتامى في هذه الكارثة الطبيعية. الحمد لله على كل حال الزلزال اللي عشناه يوم 8 شتنبر، الدولة ديالنا برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعني تم الرعاية والتكفل بهاد الأطفال. طيب نمشيو دابا سي عبد المسيري ونتكلموا داخل الأسرة. الطفل ملي كيعيش اليتم، شنو هي يعني صور الاعتناء ومظاهر الاعتناء به داخل العائلة ديالو؟ هو فقد الأب، هو فقد الأم، شكون اللي كيكون مسؤول عليه؟ شكون اللي خصو يحفظ له الحقوق ديالو داخل العائلة؟ أولا كما ذكرت لك كفالة اليتيم هي من أهم الفضائل ومن أهم الخصال الحميدة التي جاءت في شريعتنا وجاءت في ديننا. والإسلام ديالنا رغب بشكل كبير في الكفالة ديال اليتيم والعناية به والاهتمام به. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم. وربنا سبحانه كذلك يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وأيضا ربنا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وربنا يقول: أما اليتيم فلا تقهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. إذن فكفالة اليتيم تحظى بعناية كبيرة وباهتمام كبير في شريعتنا وفي ديننا. اليتيم من هو اليتيم أولا؟ اليتيم هو الذي فقد الأب ديره، هو الذي فقد أباه. طبعا إذا فقد الأب والأم يسمى يعني يتيم الأبوين، لكن الأصل في اليتم هو فقد الأب، لأن الأب هو الذي يعتبر هو المعيل، هو المكفول له
المكفول بالنفقة، المكفول بالرعاية بالاهتمام كله. ولذلك قال ربنا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن فاليتيم هو الإنسان الذي يعني فقد أباه، فهذا اليتيم من الناحية الشرعية ينبغي الاهتمام به أولا من الناحية الجسمانية، وهو رعاية جسمه بكل ما يرتبط بالجسم دياله، من تطبيب، من أكل، من شرب، من لباس. كل هذه الأمور ينبغي توفيرها، ولا ينبغي توفيرها بشيء من الزهد فيها، وإنما ينبغي توفيرها بشيء من الاهتمام المبالغ فيه، بمعنى أن اهتمامنا بالأيتام يكون أهم من اهتمامنا بأبنائنا، لأن الأبناء دين على الأقل تشعروا بوجودنا، أما هؤلاء فدائما يشعرون بأنه ربما ما كاينش ديك اليد الدافئة أو ذاك القلب الحاني. ولذلك نريد أن نظهر لهم من خلال الاهتمام الزائد بهم يعني هذا الحنان وهذا العطف. ولذلك ينبغي أن تتوفر لهم كافة الظروف الملائمة في الجوانب المادية أولا، الجوانب المادية كما قلت أكلا وشربا وتطبيبا وما إلى ورعاية، هذا في الجانب. الجانب النفسي كذلك مهم جدا، الرعاية النفسية هو ألا يعني يعامل معاملة يعني فيها شيء من التنقيص أو التحقير، أو لا يهانوا، ألا يعني يمارس عليهم عنف لا لفظي ولا جسدي، أيا كان أنواع العنف ينبغي ألا يمارس عليهم، وينبغي أن تخصص لهم رعاية خاصة من الناحية النفسية، تأخذ بعين الاعتبار يعني هذا البعد اليتمي بالنسبة لهم، حتى لا ينعكس ذلك سلبا عليهم في حياتهم. للأسف أنا سمعت هذا الصباح وأنا في الطريق إلى الإذاعة، كانت هناك مكالمة مع البرنامج السالف أصبح الصباح مالين الصباح، فهذا يعني شخص كبير اتصل، الآن هو يعمل في قطاع النقل العمومي أو ما شابه هذا حسب المكالمة دياله، لكنه عاش هذه المرحلة من حياته وإلى اليوم، وهو يتكلم يعني هناك حرقة لما وجده من عدم الرعاية من زوجة أبيه والممارسات التي كان يتلقاها، يعني رغم أنه بلغ الآن سنه ولا عنده أسرة وعنده عائلة وعنده أبناء، إلا أنه لم ينسى ما وجده من سوء المعاملة وما وجده من سوء التصرف، وتلك الحرقة ما تزال يعني جاتمة على قلبه، بمعنى أي معاملة مش هي هذيك تؤثر من الناحية النفسية، ويمكن أن تصحب هذا اليتيم في بقية حياته وتنعكس سلبا عليه. ولذلك مش فقط نوكلوه نشربوه، ولكن لازم أننا نقدمه لحتى الرعاية النفسية، العطف، الحنان. طبعا غادي نربيه وغادي نحرصوا عليه كحرصنا على أبنائنا، لكن لابد من الرفق به، لابد من أن نعلم أنه يتيم. وأما الله تعالى يقول: أما اليتيم فلا تقهر، أنه ما عندوش لا ركن يأوي إليه، لا ركن. دابا الآن عندك وليداتك، من الأباهم تهضر معهم تهربوا عند أمهم، من تهضر معهم تهربوا عند أباهم، يعني هناك أركان يأوي إليها، فهمتيني؟ كين فين يهرب؟ مشي عند جده، مشي عند جده. هذا اليتيم الذي فقد أباه وفقد أمه وفقد أسرته وفقد إلى من يأوي. ولذلك لا ينبغي قهره، لا ينبغي قهره. ماشي بعد مرة يقول لك اش بغى انا ادير لي كل شيء، ولكن تعنفه من الناحية النفسية، من الناحية عن طريق الله تضربه، تعامله معاملة قاسية، لا تلقي له بالا. إذا تكفلت باليتيم وخذيت اليتيم فعده كنفسك وزيادة، عده اكثر من ابنائك، لان الله تعالى كرمك به، الله تعالى هو اللي كرمك به، والله تعالى يرحمك باليتيم. أرأيت كيف فعل الله تعالى بحليمة السعدية حينما أخذت محمد صلى الله عليه وسلم، يرحمها الله تعالى به، فكان رحمة عليها وعلى أسرتها وعلى قريتها وعلى عائلتها كلها. كان الناس في قحط وكان الناس في جفاف، وكانت عائلتها وقريتها في نعمة وفي رخاء. هذا من بركة اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليتامى. ولذلك كفالة اليتيم شيء مهم جدا. إذن فقلنا كين الجانب الجسماني أو الجانب المادي المتعلق بالأكل والشرب واللباس والتطبيب وما إلى ذلك، كين الجانب دي للرعاية النفسية يعني، والجانب الوجداني والعاطفي بالنسبة لهؤلاء الأيتام، والجانب الثالث وهو الجانب التربوي التعليمي. فلا بد أن يؤخذوا بعين الاعتبار على مستوى التعليم، على مستوى التربية، لأن هؤلاء لا بد أن ترسم لهم طريق
لتؤهلهم ليكونوا نافعين، ليكونوا يعني مواطنين صالحين. وهذا إنما يتم من خلال واحد الأبواب أو مسارات مؤمنة، ومنها التربية والتعليم. فلذلك يعلم العلم النافع، ويعلم حتى المهن والحرف النافعة. فينبغي يعني كمان حرص على تعليم أبنائنا وعلى رعاية أبنائنا في هذا الجانب التربوي والتعليمي. كذلك ينبغي أن نعلم أن نحرص على رعاية الأيتام. وهنا ينبغي التنبيه إلى بعض الناس اللي كيدي واحد اليتيم يقول غادي نكفله، وغادي يدي باش يخدم عليه ويديره في الدار عنده يتسخر ليه ويخرجوا لا خدمة لا ردمة لا تعليم لا رعاية. هذه الكارثة وهذه الطامة الكبرى. هذا أمثال وهؤلاء هم نقمة على البلاد والعباد الذين يعملون مثل هذه الأعمال. ولذلك أنبه إلى أنه بعض الناس، بعض الأمراض، بعض مرضى القلوب والنفوس، يحاولون استغلال مثل هذه الكوارث للحصول على أطفال لا لرعايتهم ولا لهتهم ولا لكسب أجرهم وتوابهم، وإنما فقط لاستغلالهم. وهذا شيء ينبغي الانتباه والتنبه إليه. واضح الفكرة. غادي نرجعوا لموضوعنا اللي هو اليوتم، وعندنا سؤال ديال فتيحة من مكناس، ومن بعد عندنا السعدية من الدار البيضاء. فتيحة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا فتيحة، تفضلي. شكرا سي بدا على هذا الموضوع، الله يسر عليك. اهلا وسهلا فتيحة. الدكتور الشيخ الدمسير الله يسر عليك. مرحبا لالا، تفضلي. عفاك، انا عندي ولدي اللي كانت عنده 50 ونص ومات باه. المهم انا مكافحة معاه، كان ديك الساعة عندي 30 سنة ومكافحة معاه، وكان قريه عنده عمات ثلاثة شي في الخارج شي هنا موظف وما كيعرفوش نهائيا، وعندو غير عم واحد عمو هو ضعيف في الحالة كيتعامل مع المهم كيمشي عندو كيبات عندو هداك الشي كيتعامل. مشيت على لالا هكاك فهاد العام هذاك عندو الباك، مشيت عند عمتو موظفة هنا في موظفة في العريش ولكن كانت هنا في مكناس، مشيت عندها قلتلها شوفي تعاملو معاه غير نفسيا، غير الولد يحس بأنكم عاملين معاه. إيوا الوقتي قالت لي شوفي الله يعطيك الصبر، قالت لي ما تبقاش تجي عندنا وما تطوفيش بينا وما بيننا شو بينك، حنا هذاك راه ولدنا عارفين ولدنا، ولكن انت ما غاديش نتعاملوا معاك. قلت انا نتعاملوا مع ولد خوكم، راه كاين واحد النقص عنده في نفسه، فهمتي؟ انا خدامه على ولدي ما خصو حتى شي خير الحمد لله، ولكن قلت نتعاملوا معاه غير نفسيا، يحس بان راه عنده شباب ومن باه. هو الولد كيحب ديما بواحد النقص ملي كان صغير، هو كيحس بواحد النقص عنده في نفسه، فهمتي؟ انا كيمرضني هكاك، ولكن هما ما بغاوش. قالت حنا ليا حتى انه عاود هاد العام سقط ما نجحش وما اتصلوش بيه، ما يقولوا حتى كي درتي ولا هادي، وهي ساكنه في مدينه فيها البحر، ما تعيطلوش ما يصيف عندها ما تشوفو الدخول المدرسي، وما ثلاثه موظفين ما خصهم حتى شي خير، ان حتى انهم ما عندهمش هما كاع الاولاد. وكنقول زعما هذا ولدكم تعاملوا معاه غير نفسيا يدعموه، ما كيتعاملوش معاه عمرهم ما عيطولو ولا قالوا كي درتي ولا، المهم ما كيتعاملوش معاه نهائيا. وفاش انا كنت نعرف غير اني باش مشيت عندها وقلت اختي تعاملوا مع ولد خوكم غير نفسيا غير يعاونوا دايما سولوا فيه نشلي غير سولوا فيه غير سولوا فيه باش نشلي هاد السلاله، وما سولوش فيه. وقالت لي شوفي قطعي ديك الصله اللي بينا وبينك. قلت لها شوف كنت انا جيت عندكم ودرت ما قال الله على الرحمه وعلى صله الرحيم، ملي ما بغيتوش ها هي عندكم نتوما صافي وجيت بحال هادي. انا حتى انا خسرات كاع شي هضره خسرات، هو دايره موظفه كبيره. انا لا انا لا انا لا نعم اسيتي الكبير هو الله سبحانه وجل وعلا، اما البشر فيكون كبيرا باخلاقه بنبله لا بشيء اخر، ماشي المناصب والمسؤوليات هي اللي كتعطي للناس الحجم. سمعيني يا لالا، سمعتيني يا لالا؟ الحاجه اللي كتكبر الواحد وتهز به هي قيامه، هي اخلاقه، هي تعاملاته، هي سلوكه، ماشي منصبه. كم من سفيه اعتلى مناصب عاليه، الحكمه ماشي في. ولذلك الانسان يقول أحد الشعراء عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، إنما يكون الإنسان بروحه بمعنوياته بقيمه، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم وذهبوا الناس بقيمها بأخلاقها بفضائلها، بهذا يعلو الناس، لا يعلو الناس بمناصبهم. الله تعالى ما قالش إن أغناكم أو إن أكبركم منصبا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى إنما هي أخلاق، إنما هي ممارسة، إنما هي سلوك، إنما هي تعامل، شي حاجة واقعية معيشة كنعيشها.
فلذلك هذه الاعتبارات لا راح مستواش من مستوى. لو كان عندها مستوى لراعت حق ابن أخيها عليها، لراعت صلة الأرحام، لراعت واحد المجموعة من الضوابط. ماشي هذا هو المعيار، وذلك احنا غالطين حتى في المجتمع. الميزان ديالنا باش كان وزنه ميزان شوية مختل، لأنه كان بدأوا كان وزنه بميزان اللي عندها عنده غير كفة واحدة. لا، الميزان الحقيقي هو الميزان القيم. الآن اليوم العالم كله عماد يتحدث، واش الأمم بسموا عليه بالقوة ديالها، بالعسكر ديالها، ولا بالأخلاق ديالها؟ أشنو الشيء اللي حدث اليوم مع الزلزال اللي عطى المغرب واحد صدى عالمي الآن؟ الأخلاق ديال الشعب ديالو، التضامن ديالو، التآلف ديالو، التآزر ديال هاد الشعب، والنبل ديالو هو اللي أعطاه واحد القيمة أعظم. لو نصنعوها عبر الإعلام عبر طيب نصنع كشتصة، ولكنها صنعت بالفعل بالعمل بالحقيقة، أبرزناها من خلال القيم اللي هي كامنة. أبسط حاجة، لأنه لما كتوقع حتى زلازل في مناطق الناس كتهرب. هؤلاء الناس ما هربوش، الناس مشاو الأماكن وهزوا القليل والكثير ومشاو. شوف، إذن هذا هو النبل، هذا هو هذه القيم الفضلة. إذن إلا كنا احنا تنمشي لواحد البلاصة ما كنعرفوا فيها حتى واحد، ما كيعرفنا حتى واحد، وكان مديد وكان باتوا تما في العراء من أجل، فما بالك هذا ولد خوك، ولد خوك من دمك ومن صلبك، وما تسولش عليه، ما تقلبش عليه، ما تساعدوش، ما تعطيه والو غير نفسانيا. فأين هو النبل؟ أين هو الأخلاق؟ تقول يا كبير، اش من كبير؟ غادي ناخذ محمد معنا من مراكش، ولكن محمد نقطع له الخط. بغيت غير نتكلموا على واحد المسألة. سي عبد الله الدمسيري، هو اليتيم فاش كيتوفى له الأب ديالو وكتبقى الأم مثلا، وهذاك الابن الأب زعما تيخلي له كيف ما كنقولوا بعض الأموال، يعني كاين واحد الإرث. فالأموال ديال اليتيم شكون اللي مسؤول عليها؟ واش الأم أو لا ربما إلا كان العم أو ليلى كان الجد من الجانب الشرعي باش نحفظوا الأموال ديال هذاك الطفل أو لذاك اليتيم طفل أو طفل؟ اليوم كاين عندنا ما يسمى بمحكمة الأسرة. نعم. أنا كنتكلموا على اليوم في إطار النظم. محكمة لما تتوفى الأب كتبقى التركة دياله، وقد يكون من ضمن ورثته أيتام. نعم. لما كدار العدة ديال الإراثة كنصوبوا هذيك الورقه اللي كنديروا فيها عدد الورثه وشكون هما والعلاقه ديالهم، كنثبتوا العلاقه ديالهم بالمتوفى، كيكونوا منهم ايتام. فهذاك الرسم ديال الاراثه تتعرض على القاضي. فبالنسبه للناس اللي هما راشدين تياخذوا الحقوق ديالهم اذا كانت من قبيل ما يقسم. وبالنسبه للورثه اللي هما اقل من سن الرشد كيكون محجر عليهم، والقاضي هو الذي يعين عليهم، كيدير عليهم واحد الوصي او واحد المقدم او واحد الوكيل اللي هو اللي كيتكلف تدبير الممتلكات ديالهم بتشاور مع القاضي، مع قاضي الأسرة. وطبعا هذاك الوكيل يمكن يكون الجد ديالهم بتباهم، يمكن يكون عمهم، يمكن يكون نتمهم، ما كاينش مشكلة. إذن فكل من يتكفل بتدبير ممتلكاتهم فهو المسؤول عنهم من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. فهذاك الكافل ديالهم الأصل هو هذا. الأصل فيه كانت يكون من العصابة، يكون من جهة الأب، إما الخو ديالو، إما الأب ديالو، إما كذا. فإذا تعذر فالقاضي يعين، فإذا لم يكن هناك أحد من العائلة فتعين أي واحد القاضي يراه مناسبا للنظر. وهذاك الممتلكات الإنسان تتصرف فيها بحسب ما تقتضيه المصلحة، دون ظلمين ولا دون تطفيفين ولا شيء من هذا القبيل. الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا أو بضارا أن يكبروا. تخافوا يعني تبغوا تديروا تستغلوا الوقت قبل ما يكبروا هما، تبغوا تلعبوا في الأموال ديالهم. فهذه كلها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسوف يصلون سعيرا. فالأمر خطير جدا. ولذلك تدبير الممتلكات والأموال ديال الأيتام تيكون بالعدل وتيكون بالإنصاف وتكون بالقيم والأخلاق اللي كان خافوا فيها الله سبحانه وتعالى وكان رعاوا فيها المآلات ديالنا وردوا البال، لأنه الأمر أمر خطير. يعني هذا مال يتيم، مشي شي حاجة اللي هي عادية. نعم. طيب، ناخذ مليكة من دار البيضاء من بعد سندس. مليكة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أش أخبارك مليكة لاباس؟ مباركة. لاباس عليك. بغيت نسول أختي سد مشيرة لواحد. تفضلي. أنا عندي واحد خويا ساكن حدايا وتخاصمت أنا وياه ومات. تخاصمت أنا وياه مع هو أكبر مني. والله يهديه الله يرحمه والله يتجاوز على هذه المحنة. كان تيشرب بزاف. دابا الاخ ديالك مات وانا ما كنهضرش معاه. اذكروا موتاكم بخير وذكري ما كان خيرا منه. وانا ما كنهضرش معاه وبقى فيا الحال. على كل حال شوفي استغفري الله وتوبي اليه وترحمي عليه واستغفري له عسى الله تعالى ان ينفعه بدعواتك وينفعه بصلاتك وينفعه بصدقتك. لما ما عندي تشي ذنب. وعلى كل حال القطيعة حرام ولا تجوز. والآن الأخوك انتقل إلى جوار ربه فاستغفري له ادعي معه واستغفري له واسأل الله تعالى له الرحمة والرضا والرضوان والله تعالى يجعل ذلك عوضا عما كان بينكم من سوء التفاهم ومن الخصام. وعندي واحد سؤال. عندي واحد دريه بنتي كانت رمضان ماشي كانت رمضان العادة الشهرية بقى صغيرة أول عام. وفاش بدات كتردها ما كتنوضش حتى كيدوز الفجر هي كتصحاب راه باقي الحال وكتصوم. كتصوم النهار ديالها كامل. ملي جات تشوف الاخر لقات بان راه كتصوم هي كتسحر قبل حتى كيدوز الفجر. ايوا هذيك الايام لا تحتسب ولا تعاود تقضيها. تعاودها. اييه. وانا كان خدامه في الحمام وكنصلي في الحمام واش دايز ليا ولا لا. على كل حال لقيتي فين تصلي صلي ما لقيتيش لا صليتي الله يتقبل منك. من الاماكن المكروهه هي الصلاه في الحمام. حيت كندخل مع السبعه ما كنخرج حتى العشرة على 10 ونص الليل. والله تعالى يفرج عليك. امين يا ربي. مرحبا مليكه. سندس معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم جمعه مباركه. اهلا وعليك سندس مرحبا. تفضلي. الشيخ ديالنا كي داير لاباس علينا نحبك في الله. مرحبا الله يحفظك لالا. تفضلي. الطريقه ديال الشرح ديالك الحمد لله كنفهموا كل شيء الحمد لله. مرحبا لالا الله تعالى يوفقنا لالا مرحبا. امين. الله يخليك. عندي واحد اسئله بالنسبه للسؤال الاول. يعني الصلاه كنت كنصلي ديما بدون جوارب ديما في المنزل بوحديت يعني ما معايا حتى شي واحد. يعني وملي قالوا لي شي بعض الناس لا راه ضروري خاصك دير عاد وليت كندير عليا القشابه طويله شويه. يعني كنت كنديرها غير تحت السروال طويل تحت الركبه ديالي القشابه صافي يعني البيجاما. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني الو احنا كنسمعوك يا سندس. لا خليك. بالنسبه للسؤال الثاني دي واحد السيده عندها وليداتها عندها واحد ثلاثه الوليدات وكان ساكنه في السكن غير لائق. ايوا ما كانش معها البنت ديالها المهم جوجه وعندها حتى هي وليداتها ولكن ما يعني عايشه ما ميسرش لها الله. المهم الحمد لله عايشه على قد الحال. بالنسبه لديك الام قالت لهم لا انا معايا بنتي على اساس باش كانوا يعطيوها ثلاثه البيوت ولا عطوها جوج. قالوا لا الا بغيتي بنتك حتى هي خاصها بنتك راه ما كايناش. قالت لهم لا راه كاينه. المهم بعوض ما عطاوها ثلاثه البيوت عطاوها جوج. البنت عوضها بواحد شويه تقدر الفلوس داك شويه القدره الفلوس عاونات به شويه والديه على اساس باش انهم يدخلوا لديك الدار. المهم الا لم يدخلوا لديك الدار ولا دابا كتقول ليها الام. المهم الابن ديالها الصغير هو اللي المهم يصلي الله هو اللي تبع التريطه. البنت عطات النص والولد كمل واحد شي حاجه قليله ماشي بزاف. ودابا ولات كتقول ليها الام ديالها السخطه دار ما تنازلي على الاخ ديالك لديك الدار. انا اللي وقفت معاك تخديتي وهذه المهم تنزلي عليه. ودابا الام راه مريضه بهذا الموضوع بزاف كتقول لها البنت خايفه ومن ثم بغات زعما تضيع حق باها حيت باها متوفي ديك الدار زعما راه ديالهم. الام تتقول لها لا انت بدارك خوك الاخر بدارو لا هذا تا هو خاصو دارو هو اللي كمل هو اللي تعب فيك الدار. انت ما درتي والو. حنا اللي قلنا لهم لا راه انت يعني واخا ما كنتيش قلنا لهم لا باش يعوضوك وملي عوضوك وعطيتي داك الشيء ودابا تنزلي على كل شيء وبغات تشوف واش هاد الام كدير هاد الشيء زوين ورغم انها كتصلي والبنت ديالها ما كتبغيش تخسر ليها كتقول لها واخا وفي الداخل ديالها ما بغاتش. الحين ديك الدار لو انها زعما تبعها تجيب زعما واحد القدر كافي ديال الفلوس يعني ماشي هو اول حاجه فيما يرتبط بالسؤال ديالك الاول هو المراه يجب عليها ان تستر قدميها
وستر القدمين ماشي بالضرورة تلبس الجوارب، يمكن دير إزار، يمكن دير عباية، يمكن دير أي حاجة اللي غادي تغطي الجسم ديالها كامل من رأسها إلى أخمص قدميها، بمعنى خاص الظهر ديال القدمين يكون مستور والسلام، هذا هو المطلوب، ماشي بالضرورة تلبس الجوارب. فالجوارب ماشي شرط في الصلاة، لذلك هذيك الجوارب اللي بعض الناس كتجبرهم كيشرطوا لا خاص المرأة تلبس الجوارب، لا المرات تاخذ مشي للدار ديالها تاخذ ازار دير عليها ولا دره ولا حيك ولا دير اللي دارت عليها كديروا على راسها مهود وتصلي به، المهم هي مستوره الجسم ديالها كامل مستور، هذا هو المطلوب. نعم. فاذا هذا لابد من ستر القدم لظهور القدمين، والستر كما قلنا يكون باش ما تيسر حيك بدره بازار مانطا، المهم اي حاجه دارتها عليها تصلات بها، المهم راه الصلاه ديالها نسال الله تعالى ان يتقبلها منها. هذا هذه من جهه. السؤال الثاني هو هذه القضيه ديال الاباء والابناء ديالهم في علاقه السخط والرضا. علاقه السخط والرضا اللي خصنا نفهموه هو عندها علاقه بالحقوق المترتبه بالاباء والامهات، ماشي بعموم الامور. لذلك حنا تنجيو تنطلقوا السخط والرضا ماشي في كل شيء، السخط والرضا فيما يرتبط بالعلاقه الابويه اللي فيها الحقوق اللي فيها البرور الاحسان المرتبط بالاباء والامهات. اما الاب ديالك والام غايجي يدخلوا لك في علاقتك مع مراتك، غايجي يدخلوا لك في عملك، غايجي في تعاملاتك، في عقودك، هذه ما عندها علاقه، ولذلك هذه امور بعيده. يمكن نقبل النصح، يمكن نقبل التوجيه، يمكن نستاشر مع الاباء والامهات، ولكن ما عندهمش واحد السلطه على 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 على, 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 على الابناء ولا على البنات باش يدخلوا في جميع التفاصيل ديال الحياه ديالهم فيما لا يرتبط بهم هم. أنا تنكون عاقل والدية في الأمور اللي كتتعلق بالعلاقة ديالي بهم. أما أنت عندك علاقة بخوك، السيدة دفعت أموال، عندها واحد النصيب ديالها، عندها حقوق ديالها، يعطيها الحقوق ديالها والله يعاون وتنزل ليه، فين المشكلة؟ هذا حقها، إن شاءت تنازلت عنه وإن شاءت لم تتنازل. بحال وحدة مثلا تيجي تيموت مثلا الأب وتجي الأم ديالهم كتقول لهم لا رصتها رضا تتنازل خوكم فلان، هذا إيرث حقنا، علاش غنتنازلوا حنا لخونا حنا ولا نتنازل خوتنا حنا؟ ما كيعتبر هنا ما داخلش قضية السخط والرضا، ما داخلهاش لا علاقة لها. نعم. لأنه ما فيش حق اللي كيتعلق بالأب واللي كيتعلق بالأم، هذه حقوق مش شرعية. لذلك شوية يمكن من ناحية الأدبية الأخلاقية كان نراعي، ولكن من لا ما الآباء والأمهات حتى هم خصهم يعرفوا ما لهم وما عليهم وما ما يتجاوزوا على الحدود. ولذلك هذاك الوظيفة هذيك البطاقة الحمراء ديال السخط والرضا راه ماشي ديما بطاقة راه الوقت اللي بغاها الواحد يخدمها، هذا راه بعض المرات كيدخل فيها الابتزاز، بعض المرات كيدخل فيها الظلم، بعض المرات كيدخل فيها حوايج غراين، بعض المرات كتؤدي إلى أمراض نفسية، بعض المرات شحال ديال الحوايج اللي ترتب على هذيك البطاقة قالت بعد مرة هزها الأم ولا هزها الأب والناس ما فهماش، هذا هو الغلط. نعم. لذلك الناس ترد البال، فهمتي لا ولا لا؟ نعم. ولكن دابا المشكلة دابا الأم دابا مرضات بهذا الموضوع، مرضات. واش دابا فهمتي الجواب ديالي ولا ما فهمتيش؟ فهمت صافي، الله يجيب لك التيسير. لا لا، مرحبا بك سندوس. غادي ناخذ السؤال ديال محمد بن أسفي. الأم ديالنا بلا مريضة يدوها لطبيب نفساني للاسف، بحال هاد الامور كتوقع في الاسره، وكان بداو كيف ما كنقولوا تبايعون شراو بالسخط والرضا. حنا تهمنا هو الجواب من الناحيه الشرعيه، واش هذا شرعي؟ هذه امور ماشي مشروعه. طيب. ليس للام الحق ان تفرض على بنتها ان تتنازل عن حق شرعي لها، ماشي من حقها. نعم. طيب. وضح. وما يمكنش توظف فيه الورقه ديال السخط والرضا ابدا، إلا كان من باب المكرمة، من باب القيم والأخلاق، والبنت ما باغاش تدخل في هذاك، فهذه شغلها. ولكن من الناحية الشرعية حقها، من حقها الطالب به ولو أمها. واخ، واضحة الفكرة. فهمتيني؟ وبالتالي الأم إلا مرضات ولا تهوسات، يدعو الطبيب النفساني يعالجوها ومريضنا ما عنده بس. محمد، أش أخبارك ولاباس عليك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أسيدي، لاباس؟ الله يلاه كل شيء بخير، كدير أستاذ وكدير مصطفى. مرحبا سيدي، الله يبارك فيك، تفضل العام سيدي. فيدونا. تفضل سي محمد. تفضل لحضرتك على واحد السؤال. تفضل. دابا شي واحد كيكون شاد الوضوء مثلا وكيدخل للمرحاضي، مثلا عمر شقارة ديال الماء ولا يدير شي حاجة، واش خاصو يعاود يتوضا ولا شاد الوضوء؟ ما فهمتش شنو السؤال. الإنسان كيكون موضي مثلا دخل للمرحاض باش يعمر غير واحد القرعة ديال الماء يشرب بها ولا يغسل أولا، واش خاصو يعاود الوضوء؟ يعاود الوضوء. ليس هناك ما يستدعي. ما كاينش شي حاجة اللي كتستدعي باش يعاود الوضوء. ما مش لا علاقة. واش من نواقض الوضوء دخول المرحاض من أجل قرعة الماء؟ دخل الإنسان بال، دخل الإنسان قضى حاجته، ما كاين مشكل، خرج منه ريح. نواقض الوضوء معروفة.
الا ما كانش واحد الناقد من هذيك النواقد 16 ما كاينش ناقد لا ما كاينش راه الوضوء ديالك صحيح الله يرحم الوالدين ودي الاسره مرحبا محمد برنامج. اهلا سيدي حفيظه من جديده مرحبا بك السلام عليكم حفيظه كي دايره مرحبا بك على اصوات كي داير دكتور وكنفرحوا لهذا النهار باش نتصنتوا لكم مرحبا لالا تفضلي مرحبا يخليك ما يطول عمرك بغيت نقول لك انايا نترجو خلى لي السنه واحد المبلغ من الرزق ديال ولادي الدالي معهم كيفاش قلت لك نترجو خلى لي السنه بنت صغيره بقى صغيره واحد المبلغ ديال المال خلاه باه فواحد البلاصه ردوهم لي داعمهم واحد عندهم خر حداهم جارهم وما كيهضرش معهم واخا يشوفهم دابا واحد في عمامهم دا ليهم رزقهم اه واحد ما كيسولش فيهم ما كيسولش فيهم كاع وحداهم وجارهم كيشوف فين الصباح وشي ما كيقربش مع الدبيقه صغيره على كل حال لا هو هذاك اللي كلا لهم المال ديالهم هذا واحد المجرم هذا انسان مجرم خبيث لأنه أكل مال اليتيم بغير حق وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وأكل مال اليتيم هو من الكبائر اللي حرمها الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب ولذلك أكل مال اليتيم هو كبيرة من الكبائر وجرم من الجرائم وشيء يعاقب عليه الإنسان دنيا وأخرى ولذلك قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فلذلك الله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال اليتامى بدون سبب واعتبر أن من يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا نار تتأجج في بطونهم يوم القيامة وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فلذلك أكل مال اليتيم شيء خطير ومن فعله فقد فعل جرما عظيما ومن لا يؤتمن على مال اليتيم لا يؤتمن على شيء فنسأل الله تعالى العافية وهذا الإنسان له خزي في الدنيا وله خزي في الآخرة هذا الأمر الأول القضية الثانية تتعلق بصلة الرحيم هذه صلة واجبة ولا سيما هؤلاء الأبناء لأنهم علاقتهم قوية وطيدة وينبغي على أعمامهم أن يصلوهم وأن يزوروهم وأن يظهروا لهم ودهم وحبهم وتعاطفهم ولذلك الله تعالى قال فهل عسيتم وإن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولذلك إذا كان أكل اليتيم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر فقد عصيلته أيضا كبيرة من الكبائر فكلاهما كبيرتان فنسأل الله تعالى المعافاة اللهم يرحمك الوالدين الله يرحمك الوالدين الله يقويك حفيظة والله يحفظ لك وليداتك فاصل ونعود خليكم دائما على راديو أصوات في جمعة مباركة 77 24 24 كنستقبلوا الأسئلة ديالكم كريمة معنا من مراكش مرحبا يا كريمة الله يبارك فيك على المجموعة المباركة وشكرا للشيخنا الجليل على كل اللي كيعطينا شكرا ليه جزيلا مرحبا مرحبا بك كريمة تفضلي شيخنا بن سيري عافاك عندي واحد عندي شكوى وعندي ما عرفتش انا مرتاحة بزاف عندي واحد الأخ قطعنا كاملين أيوة. قطع الأم ديالو وتصبت في هاد الشهور الأخيرة بسرطان ومن عيطنا ليه ما بغاش يجي ما جاش ما سولش بها عرفتي المريض بسرطان تيكون عرفتي كيف تيكون معنا ديالو وهذا وهي تأزمت بزاف ما سولش حتى دار شي شهر وثلاث أيام عاد 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 سول منين بغى يشوفها هي متغيرة بدات تشوفها رفضات تماما وقطع الصلة من الزوج دابا تقريبا شي 13 سنة هذه في كعيط مرة في العام ما كنعرفوش دارو فين في ساكن ما كيعطيها حتى شي حاجة ما والو المهم ودابا رجع لينا حنا اللومة بأن حنا البنات حنا اللي حبسنا الأم ديالنا حنا اللي ما بغيناش باش تشوفوا
وكيصيفط لينا دي ميساج اللي هما خايبين وبانه بغى دابا الحق ديالو في الورث وبانه غادي يدعينا وبانه المهم غادي يدير مشاكل كثيره. والام ديالي ما تحملاش انها تسمع بحال هذا الشيء وبحال دابا هي عندها لاشيميو وعندها الاشعه وعندها يعني مريضه ما تحملاش انها تسمع بحال هذا الشيء وما عرفناش شيخنا اشنو نديرو حنا شنو نديرو دابا. أول حاجة أنه قد يقع من الإنسان الخطأ قد يكون عنده يخطئ الإنسان هذه مسألة طبيعية يمكن الإنسان يخطأ في حق والديه في حق عائلته في حق ويمكن توقع واحد ولكن الإنسان إذا عاد ورجع فالأصل أن تعود الأمور إلى طبيعتها. هو شيخنا ملي كيجي الى جاف مرات شحال كيجي ما كياكلش عندها نهائيا بالمره وكيجي لمده 5 ديال الدقائق. لا اولا كما قلت لك لا ندري الاسباب الكامنه وراء ذلك ثم ايضا بعد مره كتكون هناك عوامل خارجيه اللي كتاثر على العلاقه ديالو بالعائله ديالو. ما غاديش ندخل في لي ديتاي والتفاصيل لكن كتبقى ما بغيتش ندخل فيهم لان داكشي كثير ما يعني حنايا اشنو نديرو دابا. على كل حال نتوما حاولوا تصلحوا الجره قدر الامكان. هو من حقه إذا كان تاركة ولا إرث دياله من حقه يطالب بها هذا ماشي شي حاجة اللي هي من ناحية الشرعية مطلوبة وإذا كنا كنتكلموا عليه من قبل فلذلك ما فيش عيب أن الإنسان يطالب بحقه ولكن وجب عليه يرعى الأم دياله وجب عليه يبرها وجب عليه يشوفها يحسن إليها هذه كلها أمور مطلوبة فبقدر ما هو يمكنه الحرص على طلب حقوقه بقدر ما لأمه عليه حق خاص الأم ديالو يزورها ويصيلها ويبر بها ويكون معها. يمكن كتقول كما قلت كتكون هناك ظروف وأحوال تحول حالت أو غيرت البوصلة ديال الاتجاه ولا دخلت لي واحد الأفكار الراس وأن العائلة ديالها أفكار كثيرة ولا صحة لا الأم على كل حال احنا دابا تنقول بشكل عام يمكن تكون هذه الأمور تنعرف واش توقع في هذه الامور بعد المره عائلتك ولا امك ولا هذا ولا هذا بعد المشكله بعد المره ما تنكونوش عندنا واحد الشخصيه متزنه اللي كتوازن وكدير الكليبراج في العلاقات كدير التوازن في العلاقات بعد المره كتطغى العلاقه من جهه الاصهار بعد المره كتطغى العلاقه من جهه الاب والام وبعد المره ما كان كتوقع امور اشياء وبعد المره كتدخل فيها حوايج اخرين اللي هي كتزيد كتعمق داك الخلاف وكدير ديك الشقة. المفروض فينا احنا نكونوا عقلاء ونعرفوا كيفاش نعرفوا كل واحد المقام ديالو. المقام ديال الام راه معروف، المقام ديال الاب راه معروف، المقام ديال الاصهار معروف، المقام ديال الزوجه معروف، كل واحد نحطوه في المقام ديالو، كل واحد نعرفوا شنو هي الحقوق ديالو وكيفاش نتعاملوا. والمفروض في الزوج او الابن او الولد هو هاد الامور يكون فاهمها وعارفها. للاسف ماشي كلشي الناس فاهمه وعارفه. بعض المره الواحد كيتصاق كنقولوا شي صوقه مهود في شي عقبه ما بقى كيضبط والو. هنا كتكون امور ولذلك مع ذلك انا تنقول سددوا وقاربوا حاولوا انكم يصلحوا لك ما يصلح صلحوا الجره وتردوا المياه المجاريها وتدخلوا بخيط بيض ما تحاولوش تاججوا الموقف. هادشي اللي نوصي به. الله يصلح الامور كريمه. غادي ناخذوا عبد الصمد معنا من صرافنا. عبد الصمد السلام عليكم. وقتي بخير جماعه مباركه. علينا وعليك سيدي مرحبا بك على اصوات. انا وقتي الحاج الله يحفظك شكرا. هالحاج معك تفضل. عمي الحاج السلام عليكم. وعليكم السلام. جماعه مباركه بخير. مرحبا بك. الله يحفظك. عمي الحاج بنسول لك الله يرحم لك الوالدين. تفضل. انا بغيت نسلم يوم تنعرف نسلم قاري ولا قدام الحاج ولا عارف راه العالم. سمعني نقول لك اش غدير. ماذا الله يرحم لك الوالدين. اسمع تصنت انا ابو الحاج غادي ان شاء الله تمشي تاخذ واحد شويه ديال الماء. اي الله يحفظك ابو الحاج. وغادي توصل يديك ثلاثه المرات تقول بسم الله توصل يديك ثلاثه المرات وتمضمض دير الماء فمك ثلاثه المرات تدخله وتخرجه وتغسلني فيك ثلاثه المرات تدخل الماء وتخرجه ثلاثه المرات وتغسل وجهك ثلاثه المرات وتوصل يديك من 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 من, 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 من رؤوس الاصابع ديالك حتى المرفق ديالك ثلاثه المرات وتمسح راسك ديه وتجيبه وتمسح ودنيك وتغسل رجليك. انت توضيتي ياك سمعتيني ولا لا؟ نعم تنسمعك ابو الحاج. نعم وغادي تمشي للجامع. انا ابو الحاج عارف الخلا دابا انا معزز. اسمع 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 الخلا الخلا ما فيه جامع راه قاعد الدنيا ولا جوامع. ولا انا عارف معزز عارف الخلا ابو الحاج. المهم ماشي راه كاين الجامع حداكم في الدوار. سي
بخير ابو الحاج ماشي مشكل. واش كاين جامع في الدوار ولا ما كاينش؟ ولا انا بعيد عليا ابو الحاج 3 كيلومتر. وتصنت ليا 3 كيلومتر، 3 كيلومتر غا قسمين ديال الطريق. ماشي مشكل ابو الحاج. انت كاع ما دير فيها حتى جوج دقائق انت. تمدي على الطريق. ماشي مشكل. ماشي مشكل ابو الحاج. اسمعني غادي تمشي للجامع تمشي عند الفقيه قول الله يرحم والدينا انا راني توضيت بغيت نصلي بغيتك بغيتك تعلمني. عاد تمشي عند الفقيه ما تمشيش عنده شي وقيته اللي هو عامر سي عنده شي وقيته اللي هو اللي هو في العشيه معاش كدخل معاش كدخل الدوار ولا الدوار ما ندخلش ابو الحاج انا بعيد 3 كيلومتر مع الغلم اي ما كاين مشكل غادي تمشي مع المغرب. غادي تاخذ واحد شي واحد نص ساعه ساعه قبل المغرب وغتمشي للجامع وتمشي عند الفقيه قول الله يرحم والديك بدك تعلمني كيفاش تصلي الله يحفظك والصالة للظهر والعصر والمغرب والعشاء غتعطي واحد السويعه وما فيها باس قال ديتي معك شي حاجه في يدك سير عندو ما ابو الحاج مرحبا الله واتصنت ليا ما تمشيش خاوي وسير عندو حتى هو باش يفرح بك وتفرح به وراه غادي يعلمك تصلي دير عندو واحد 3 ايام ولا 4 ايام غادي تتعلم تصلي وتولي من الجنه والناس صافي الله يرحم لك الوالدين ابو الحاج يلا طريق السلامه الله يعاونك ابو الحاج الله يسهل عليك الله يجزيك الخير سي عبد الصمد الله يتقبل من الجميع سي عبد الله سيري نرجعوا لموضوعنا وغادي نختموا قبل ما نمشيو للدعاء رساله اللي تبغي تقول اي عائله اليوم عندها يتيم عمام مخوال جد جدة كيفاش خصهم يتعاملوا مع هذه اليتيمة سعبت؟ أنا أقول أولا أكفلوا الأيتام ولا تتبنوهم مسألة الأولى كفلوا اليتامى ولكن ما تتبنوهم يعني ما نديروش سميتنا ها نعم ما تدخلوش الحالة المدنية اليتيم ويظل منسوبا إلى عائلته وإلى أسرته نعم ما تدخلوش الحالة المدنية ديالك هذه الأولى مسألة الثانية الله يجزيكم بخير اليتامى رعوهم كثر ما ترعوا الأبناء ديالكم حضنوهم وعطفوا عليهم وحنوا فيهم وشوفوا فيهم بعين الرحمة وبعين الرضا كثر ما تشوفوا الأولاد ديالكم لأن هاد الوليدات عندهم واحد الخصوصية وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغب فيهم وحتى عليهم وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة اللي بغى شي باب وبغى شي طريق ساهل يوصلوا للجنة هو يكفل اليتيم هو يتهلا في اليتيم هو يرد البال اليتيم لا سيما إلا كان من الأقارب ديالو من الأسرة ديالو من العائلة ديالو فما أولى فما أحوج هؤلاء الناس الى رعايتها وكفيك ان الله تعالى هيئ لك واحد الباب ديال الجنه قريب لك ولد خوك ولا هي صدقه هي صيله هي فيها كل شيء هي رحيم هي كل شيء فيها ان يكون من صلبك من دمك وانك تكفله وترد له البال وتعتني به وانظري ما دفع على هؤلاء كانوا مشركين اعمام النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب كان مشرك جد ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرك كيف فعلوا معنا شوف المقدار ديال العطف وديال الحنان اللي قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام والرعاية والعناية وكان أبو طالب يقدمه على أبنائه ويجلسه مجلس لا يجلس فيه أبنائه النبي عليه الصلاة والسلام كيحطوا عليه شوف القيمة رغم أن الناس ما كانوش كاع مسلمين ومع ذلك شوف وحنا مسلمين ونقرأوا القرآن الكريم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فذلك الذي يدعو اليتيم ولا تسمع عليها وأما اليتيم فلا تقهر وكثير من الآيات والنصوص والأحاديث الواردة في هذا الأمر فذلك نوصي جلوصيات نتهلاو في اليتامى نردوا لهم البال نعتني بهم ما نرعوهمش غير من الجانب المادي نرعوهم حتى أيضا من الجوانب النفسية عندنا مؤسسات خيرية اللي كتهتم باليتيم اللي كترعى اليتيم ولكن هذيك المؤسسات تلك الناس اللي صاهرين عليها وفيها راه كيتعاملوا بواحد الطريقة بعضهم مش كلهم بعضهم كيتعاملوا بواحد الطريقة غير لائقة وغير أخلاقية لأنهم عارفين ما كاينش اللي غادي يسول على هذوك الدراري ما كاينش اللي غادي يعتني بهم ما كاينش اللي ولكن هم مسؤولون امام الله قبل ما تشوف واش غادي يجي شي واحد يسول ولا ضرتيك ولا نهارت هذاك اليتيم ولا قهرتيه ولا انت عساس ولا انت مسؤول ولا انت مديره ولا انت مدير ولا ديال هذيك المؤسسه رد البال راه ماشي راه ما كيرعكش البشر رب العباد راه غتجيك شي طامه كبرى ضربك من السماء علاش لان هذوك بسبب هذوك الوليدات اللي انت قهرتيهم ولا نهرتيهم ولا الله تعالى جعلهم تحت الكفاله ديالك وتحت يدك انت اللي مسؤول عليهم الله تعالى بغى لك الخير دارك في واحد الباب اللي يمكن يدخلك للجنه بلا تماره ولكن انت ما رديتيش البال فلذلك ردوا البال شي شويه لانه الامر امر خطير لما تتعلق بالايتام ورشحان ديال الناس اللي مشاو ضحيه ديال سوء التصرفات مع الايتام راه اليتيم كما النبي عليه الصلاه والسلام علم المقام ديال اللي كيعتني به راه بين لنا العقوبه والخطوره ديال المس بكرامه اليتيم او النيل من اليتيم او التجرؤ على اليتيم الله تعالى يوفقنا ويسددنا ويجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا وهاد الناس اللي قضاو
فهذه الأحداث الآلمة نسأل الله تعالى يخفف ما نزل بهم، ونسأل الله تعالى يرحم الموتى ويجعل الموتى من الشهداء ويجعلهم أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله، والله تعالى يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير. آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.